السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. حبيت نعمل هذه الفيديو بمناسبة دخول شهر رمضان. أولا قبل أن أبدأ هذه الفيديو أريد أن أتوجه إلى المسلمين في شمال إفريقيا وفي كل العالم وأقول لهم كل عام وأنتم أكثر تخلف، كل عام وأنتم أكثر تبعية، كل عام وأنتم أكثر انحطاط، كل عام وأنتم في ذيل الأمم. هذا اللي نجم أقول لهم. صحيح البعض يقول لي أين إنسانيتك؟ أين إيمانك بالحرية؟ لماذا تقول هذا الكلام للمسلمين؟ أليس تدعي أنك إنسان تؤمن بحرية الفرد؟ ما الذي يزعجك أن يصوم المسلم؟ سؤال وجيه. جوابي: لو كان المسلم يصوم ويحترم الآخرين يمكن ما نقول لهمش هذا الكلام. لو كان الإسلام فيه غرام واحد من الحرية تسمح للآخر أن يكون على ما يريد عليه ما نقولش هذا الكلام. كيفاش تحبوني احترم عقيدة او دين يمنع الحرية؟ كيفاش تحبوني احترم مسلم يريد ان يفرض عقيدته على الآخرين؟ من لا يحترم الآخرين لا يمكن أن تحترم، هذه قاعدة. ولو كان الصيام المسلم لا يؤثر على المجتمع وعلى الحياة الاجتماعية وعلى الاقتصاد وعلى حرية الآخرين لما قلت هذا الكلام. عندما المسلم يتعلم الحضارة والإنسانية وقتها نقول له كل عام وأنت بخير، ولكن الواقع غير ذلك. احنا نشوفه في الدول الإسلامية شنو يوقع في شهر رمضان. شهر الإرهاب الفكري والجسدي، شهر الانحطاط الأخلاقي، شهر الخمول، شهر التعدي على حرية الآخرين. فكيف لي أن أتمنى شهر مبارك للمسلمين؟ وفي الحقيقة هذه الفيديو غير موجهة للمسلمين ولا للإسلام، لأن المسلمين اللي طبقوا في إسلامهم ما تنجمش تحكي معاهم، لأن عقولهم مسكرة، لأنهم هما المتعدي على الآخرين، لأنهم هما الظالمين، والظالم متكبر ما تنجمش تحكي معاه، ما ينجمش يفهمك، ما ينجمش يحس الظلم، ما ينجمش يحس الظلم اللي قاعد يقوم به. ويجيوا يطلعوا بعض الشيوخ الجهل والتخلف الذين يدعون التفتح والإنسانية، ويجي يقول لك احنا دولة متقدمة عندك الحق تفطر، يمنون علينا الإفطار، ولكن
بشرط. شنو هالشرط؟ أن لا تعلن إفطارك. أي من هذا؟ هذه قمة ما ينجم يقدم الإسلام لمن هو غير مسلم، أن يكون منافق. نعرف ليحنا النفاق هي ركيزة من ركائز الإسلام. المسلم يجب أن يكون منافق، وشنو يقدم الغير مسلم؟ أن يكون منافق باش ينجم يعيش مع المسلمين. إذن كلامي مش موجه للمسلمين ولا علماء الجهل والتخلف متاعهم اللي يجيو يقولك عندك الحق تفطر ولكن ما تظهرش. مانيش محتاج ليك باش تعطيني هذا الإذن. هذه ماهوش من هذا النجم نعمله وحدي. تعلمنا كيفاش نعيشوا معاكم، شوية نفاق وشوية كذب وشوية واحد، والنجم ندبروا روسنا سهل. ولكن هل لنا الحق أن نفكر؟ هل لنا الحق أن نقول آراءنا؟ هل لنا الحق أن نعيش حياة عادية في مجتمع مسلم؟ لا، ما عندكش الحق. فلهذا الكلام متاعي موجه لغير المسلمين اللي يعيشوا في الدول الإسلامية، اللي البلاد هذيك متاعهم، ما همش أجانب جايين من برا، أشخاص تولدوا أب عن جد في البلدان الإسلامية وتخلوا عن هذه العقيدة، أو هم في الأصل غير مسلمين. إلى متى؟ إلى متى الذل؟ إلى متى الخضوع؟ إلى متى مسايرة المسلمين في نفاقهم؟ إلى متى الخوف؟ إلى متى تعيشوا الرعب؟ إلى متى تعيشوا بعشرين ألف شخصية؟ لا تلقاو حريتكم في داركم، لا مع أهلكم، لا مع أصدقائكم، لا في حومتكم، لا في مدينتكم، لا في بلادكم. علاش؟ شخصكم، شخصكم باش ما تكونوش أشخاص بأتم معنى الكلمة مواطنين كاملين. علاش لازمكم تنافقوا باش تساير؟ شنو باش تساير؟ القطيع. راهو الحل مش في السكوت او الخضوع او الخوف، لان الحرية لا تهدى ولا تعطى، الحرية تؤخذ. ولهذا اقول واتوجه بالكلام الى كل من هو غير مسلم في الدول الإسلامية، أن يغتنموا شهر رمضان لكي يعبروا بالكلمة، بالفعل، بالحركة، في بيوتهم، خارج بيوتهم، في الإعلام إن سمحت لهم الفرصة، على الفيسبوك أو في أي مجال من مجالات التواصل الاجتماعي، ويقولوا بصوت عالي احنا ماناش مسلمين، احنا ماناش مطلوبين باش نصوموا، ويجب على المسلم ان يحترم هذا الخيار. حتى احنا نجم نقولوا لهم كان نحبوا هاي صوموا، ولكن ما تظهروا النشر انتم صايمين. راهي هذه الوطن او الاوطان اللي نعيشوا فيها مش ملك بوكم ورثتوه، راهو هذا الوطن للجميع، للمسلم ولغير المسلم. مش انتوما باش تجيو تفرضوا على الاخرين شنو يعملوا وشنو ما يعملوش. لازم كل عام تغتنموا هذا الشهر. انا نتكلم على غير المسلمين.
راهو كان ما تتحركوش وكان ما تطلبوش بحقوقكم، ويعرف العالم انكم لكم الحق في الوجود، حتى حد ما يعطيكم الحق نتاعكم، لان الحريه هي حق من الحقوق لازمكم تحصلوا عليه. وكان انتوما ما تستحقوش هذه الحريه وتقبلوا بالنفاق، حتى حد ما باش يعرف، توقع مشاكل مره وزوز وثلاثه واربعه وخمسه وعام وعشر سنين، لكن في الاخر عندما تتكلموا وتتغلبوا على الخوف وتطالبوا بحقوقكم، الامر يصبح عادي وحقوقكم تاخذوها باي حق. واحد يفطر يتعرض للضرب وللشتم وحتى للسجن، انا نتكلم غير في شمال افريقيا مثلا، على خاطر فطر. وتسالوني مانيش مسلم، بالسيف مسلم؟ ما كنتي صايم على روحك؟ صوم، شو بدخلك فيا انا نصوم ولا ما نصومش؟ هذه اموري الخاصه. اذا نختلموا فرصه رمضان، شهر الارهاب الفكري والجسدي، لكي نصرخ بصوت عالي ونقول رانا ماناش مسلمين. افهموا يا ناس، نحاولوا باش نقولوا هذا الكلام بطريقه مباشره او غير مباشره، باي طريقه كانت، كل واحد على حسب ظروفه. راني ما نصومش، راني مانيش مسلم. وهكاكا بشويه بشويه يولي امر عادي، وهكاكا نحرروا عائلاتنا، يوليو يقبلوا بينا كيما احنا مانيش مسلمين، يحترموا القرار متاعنا على مستوى العائلة، على مستوى الحومة، على مستوى المدينة، على مستوى البلد. ويولي الغير مسلم ينجم يعيش مع المسلم بدون أن ينافق وبدون أن يخفي مشاعره وتصرفاته، وتكون الأمور واضحة. شنو هذا معناتها؟ احنا شنو طالبين؟ ما طالبين حد شيء. احنا ماناش طالبين ان المسلمين ما عادش يصوموا ولا ما عادش يصليوا ولا ما عادش يكونوا مسلمين. يا سيدي اقعد مسلم، ما يقلقنيش، ولكن لازمني انا ما نقلقكش زادة. ما لازمش العقيده نتاعك ومعتقداتك تجي تفرضها عليا ولا تفرض عليا باش نافقك. هذه هي المشكله. اذا اللي حبيت نقوله في هذه الفيديو، فلنجعل شهر رمضان، يعني نتكلم هوني على اللادينيين وعلى كل ما هو غير مسلم في العالم الإسلامي بصفة عامة، سواء اللي في داخل العالم الإسلامي أو اللي في خارج العالم الإسلامي، في عائلاتهم، في كل ما هو حولهم، أنهم يصبحوا أشخاص مقبولين. وهنا على المسلم كان يحب الآخرين يحترموه، أن يحترم هو بدوره الآخرين. نظن هذا هو اللي حبيت نقوله في هذه الفيديو بمناسبة دخول شهر رمضان، ومعاه فيديو قادم، وبالسلامة.